الفساد اللي هو حقيقة ظاهرة سياسية اجتماعية اقتصادية مؤثرة سلبا على أنظمة الدول. ما نشوفه مشاركتنا كمجتمع مدني كأطياف فاعلين على ساحة المجتمع المدني، ولما نشوفه كذلك المبادرة اللي قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، والخطوة الأساسية واللبنة الأولى لإنشاء الشبكة الوطنية الشبكة الوطنية للنزاهة التي سيكون فيها إشراك فعلي للمجتمع المدني من خلال أطيافه، هذا يعني ترجمة للإرادة السياسية القوية لإرساء مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي كان مغيبا لعدة سنوات. نعم سيد زيد، يعني كما ذكر الأستاذ السلامي دوركم سيكون تحسيسي، لكن كيف ستنشطون تحديدا؟ طبعا درك لما نشوف احنا نشاطنا كمجتمع مدني لما تفتح الأبواب ويتم إشراك فعلي من خلال الأيام التحسيسية، من خلال الأيام الدراسية، من خلال بالأساس الوقاية من انتشار هذه الظاهرة السلبية عن طريق نشر ثقافة نبذ الفساد. لما نشوف احنا كل الأمور على كل الأصعدة هي ثقافات، لما نشوف الفساد يعتبر للأسف هو تفشى، هو كل فيروس، ولكن نسعى احنا من خلال مكاتبنا الولائية، من خلال امتدادنا على مستوى ربع الوطن، انه يكون هناك ايام تحسيسية، ايام دراسية مع اطياف المجتمع المدني، مع هيئات المنظمات الفاعلة لنشر وتوعية المواطن والتحسيس ضد هذه الآفة، ضد هذه الظاهرة السلبية التي حقيقة اثرت ونخرت على ضرورة التبليغ. ضرورة حقيقة لما نشوف احنا التبليغ، المبلغ لم يكن محمي قانونا في وقت سابق، وهذا الشيء اللي خلى المواطن في تحفظ، ولكن اليوم نحن نسعى رفقة السلطات العليا انه تكون ترسانة من القوانين التي تحفظ حق المبلغ وتساهم في نشر هذه الثقافة، وكذلك تكون المساعي حثيثة على كل الأصعدة وعلى كل أطياف المجتمع المدني انهم يشاركوا في القضاء على هذه الآفة التي نخرت حقيقة اقتصادنا الوطني، نخرت أنظمتنا على كل الأصعدة. نعم سيد سلامي، هناك دورات تكوينية لفائدة فعاليات المجتمع المدني. شوفي أنا نتحدث على الأمر اللي شهدته بعيني واللي شاركت فيه، الملتقى الوطني اللي نظمته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، شكرا على ذلك لأنه دارت ملتقى وطني كان أيضا بإشراف سيد مستشار رئيس وزير رمضان وتبعاته أو يعني ثلاث أيام تكوين. في هذا السياق سياق سؤال تاعك، هذا الثلاث أيام في التكوين حاولوا أن يحطوا اليد على كامل النقاط اللي تهم المجتمع المدني كفاعل في قضية مكافحة أو ظاهرة الفساد. على كل حال هو تكوين متوسط المدى، يعني احنا كنا في الست ايام هذون تلقينا طروا موديول يعني كملناهم اتمناهم، مازال هناك 10 موديول، يعني كاين 13 موديول تقريبا اللي راح تكون فيهم الفاعلين كرؤساء جمعيات وامناء عامون لجمعيات تنشط في هذا المجال او ممكن انها تنشط في هذا المجال. التكوين هو اولا انك يجب ان توعي هذا المسؤول اللي هو يعتبر تكوين مكونين يعني فورماسيون دو فورماتور، توعيه بحيث انه يستطيع ان ينقل الفكر هذا. اولا لازم الفولسونسيبيليز يعني تحسوا بظاهره الفساد، الحجم اللي وصلت ليه وشنهم اوجه الفساد، يعني ما هو الفساد، هذا من ناحيه. ثانيا السند القانوني او النصوص القانونيه اللي راهي تكافح اللي راهي في هذا الاطار موضوعه لمكافحه الفساد، ايضا الهيئات اللي راهي الان ممكن لها مهمه مكافحه الفساد. احنا تعرفنا انه تقريبا هناك 5 وكالات الان راهي تنشط، يعني الهيئه والديوان المركزي، الهيئه هيئه الوقايه من الفساد ومكافحته، الديوان المركزي للقمع الفساد، لاستياراف الجياف يعني كمديريه مركزيه بوزاره الماليه، لاكور دي كونت يعني مجلس المحاسبه، ونضيف لها الان المجتمع المدني والإدارة طبعا، والإدارة يعني احنا نتكلموا على كل الناس اللي عندها ضبطية القضائية وكذا ويمكن أنها تحفز. نزيد لها العنصر الثالث اللي هو المجتمع المدني. المجتمع المدني كيفاش يكون فاعل؟ كل إنسان السؤال يطرح عليه يجاوبك أنه لازم يهيكل في شكل مؤسسات أو شكل تنظيمات أو كذا، وهذا الشيء اللي تلمسناه في الطرح اللي دارته الهيئة، لأنه كان أعلن السيد المستشار على تشكيل المرصد الوطني لمكافحة الفساد،
وايضا الهيئه راهي بعثت مشروع رائع، مشروع هايل اللي هو الشبكه الوطنيه للنزاهه. الشبكه الوطنيه للنزاهه هذه راح تسيرها المجتمع المدني، هي تاطر اول المجتمع المدني وتسيرها اطارات المجتمع المدني تحتوي باشراف الهيئه الوطنيه للوقايه من الفساد ومكافحته. يعني لما يحس المجتمع المدني هذا الجمعيات والافراد، هذه هي الشبكه تحديدا اعضاء هذه الشبكه، هي قيد الدراسه، هناك خبراء راهم الان جالسين عليها، اعضاء تاعها راح يكون من تكوينها او التركيبه تاعها راح تكون المجتمع المدني، يعني من الرؤساء والامناء العامون للجمعيات الفاعلين في المجتمع المدني باشراف، يعني شابوتي باشراف من الهيئه الوطنيه، وربما هناك رؤيه اخرى يعني للدوله. وفيما تتمثل المهام، يعني مهام الشبكه؟ المهام طبعا انا اقول لك هو مشروع قيد الدراسه، يعني اولا المهام تاعها لانه التركيبه تاعها تركيبه المجتمع المدني، واش يكون دور تاعها؟ الدور تاعها هو تحسيسي او توعوي او اشراك الفرد الجزائري في العمليه. واش معناته؟ هذه الشبكه راح يكون اولا الاتصال، الاهتمام بالظاهره، توعية الناس على طرق أو أوجه الفساد، وأيضا الطرق ربما من هذاك الوقت راح يكون يصدر قانون حماية الشهود وحماية المبلغين، طبعا راح يمد أريحية أكثر للجزائري، الفرد الجزائري أنه يساهم، أنه يروح ما يخافش، لأنه محمي قانونا ومحمي أيضا جمعية اللي ينشط فيها أو الهيئة اللي ينشط فيها أو المرصد أو الفيدرالية اللي ينشط فيها حتحميه أولا، وأيضا كاين الدولة، يعني كاين الإدارة اللي تحميه بقانون إذا كان صح فعلا، كانت إرادة قوية وإرادة سياسية قوية ويصدر قانون حماية الشهود وحماية المبلغين. نعم سيد زايدي، كيف يتم التنسيق بين مختلف فعاليات المجتمع المدني في هذه النقطة تحديدا؟ أولا في هذا السياق احنا نقول أنه المجتمع المدني له دور فعال، ولكن يتحتم أنه المجتمع المدني يتوجه نحو الاحترافية. الخطوة الأولى اللي قامت بها الهيئة من خلال تكوين وتأطير فعالية المجتمع المدني اللي هي دورة مهم، اللي هي دورة مهمة في التكوين، لأنه لما نشوفوا هناك مجتمع مدني وأطياف فاعلين كانوا يقوموا بمبادرات للقضاء على الفساد ومساهمة في القضاء على الفساد، لا نقول القضاء على الفساد لأنه هذا عمل هيئات مختصة في هذا السياق، ولكن المساهمة في التبليغ، ولكن للأسف لم تكن هناك حماية لهم من هذه الشبكة الوطنية للنزاهة التي سيكون فيها تمثيل للمجتمع المدني، ستضمن حقهم وستضمن كذلك حمايتهم من خلال اشراكهم في التبليغ. كذلك المهمة المنوطة للشبكة إن شاء الله والتي تحدثنا فيها هي محاولة الوصول والقضاء على أسباب تفشي هذه الظاهرة. لما نرجع إلى أسباب تفشي هذه الظاهرة التي نخرت اقتصادنا الوطني وكل المجالات، نشوف أنه ضعف المنظومة القانونية وكذلك انتشار الجهل والفقر، هذا الشيء اللي راح يخلي سواء المسؤول أو الإداري أنه يتوجه نحو الفساد، كذلك غياب إرادة سياسية قوية لدى السلطات.